تعرضت الفنانة وعد للتشويه بوجهها اثر خطأ طبي قامت فيه طبيبة بدبي، ونشرت وعد مقطع فيديو على يوتيوب يظهر بعض الكدمات على وجهها، ووصفت من خلاله الطبيبة بالنصابة، مشيرة الى انها رح تلجأ لطبيع سعودي لتصحح التشوهات يلي تعرضت لها. اسود يعني كانت نفسيتي ما تتخيلوا قديش تعبانة. شوفوا، ولعلمكم الدكتور اللي سوت هذا الشيء لما قلت عنها كثير حالات اتصلوا فيه وروني وجيهم حرقتهم وسويت لهم بهذلة، الله لا يسامحها، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. أنا شاكرة للدكتور أحمد موسى اللي في لي اسمه في العيادة لي في البيوت المكتبية الزبدة، وخالد